للحديث عن التطورات في العراق في ظل القصف الإيراني لأربيل وتجاهل رئيس الحكومة إدانة القصف وسط إصرار إيران على أن القصف استهدف إرهابيين، معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مرحبا بكم. إلى أي مدى كيف تنظر إلى كلمة السوداني في المؤتمر الاقتصادي العالمي دافوس، حيث لم يشر إلى قصف إيران لأربيل ولم يشر إلى أي تحدي من التحديات الخطيرة التي تواجه العراق؟ هل تعتقد أن كلمته جاءت بمستوى التحدي خلال هذه المرحلة؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. إذا ما قرأنا، وأنا طلعت على كلمة الأخ السوداني لكي نكون منصفين، هي بشكل عام جيدة واضحة. إذا ما استبعدنا تصريح علي نهيان قبل اللقاء الذي حصل مع السوداني، أي إذا استبعدنا تأكيد إيران في هذا المؤتمر بالذات دافوس على أن الذي قاموا به إيران هو حق شخصي للدفاع عن النفس ضد أهداف دعوها أنها صهيونية. إذن لو كان لم يحضر هكذا تصريح من الجانب الإيراني لكانت كلمة الأخ السوداني كاملة جيدة مستمرة، ولكن ما إن أثار الجانب الإيراني هذا الموضوع في ذات المؤتمر، أعتقد كان على السوداني أن ينوه إلى أن هذا الحدث كان خطأ، هذا الحدث كان اعتداء، أو يعطي وجهة نظر حقيقية للحدث. أليس في ذلك أستاذ دكتور قحطان، أليس في ذلك إشارة أمام العالم والمجتمع الدولي، يعني فضيحة أن العراق ليس له سيادة؟ الآن أي دولة تأتي تقصف في العراق وتقول أن هناك إرهابيين؟ أي دولة ممكن كولومبيا تجي تقصف بالعراق وتقول أن هناك إرهابيين؟ بالتأكيد، وأنا هنا أؤكد على أنه طالما هو السوداني ركز على فقرة في الدستور على أن العراق لا يكون منطلقا إلى استهداف لأي طرف آخر، كان عليه وعلى الدستور أيضا أن يقول العراق أيضا لا يقبل أن يكون عرضة لانتهاكات هذا الطرف أو ذاك لإدعاءات باطلة لا صحة لها إلا في مخيلة الجاني. إذا أنا أقول لأن الحدث كان كبيرا، ولأن الجانب الإيراني ذكر هذا الموضوع بصراحة في هذا المؤتمر، كان على السوداني أن يعرج على هذا الموضوع ويعطي رأي الحكومة العراقية، وأعتقد أنه قصر في هذا الموضوع إذا ما ذكرنا أن هناك مسألة يجب أن يعطي لها صورة، لأن المجتمع الدولي كله أدان هذا الحدث. بعض قادة الإطار التنسيقي يعني يصرون دكتور على تبني النظرية الإيرانية أو الرواية عفوا الإيرانية التي تقول بأن هناك إرهابيين داخل العراق ومن حق إيران أن تدافع عن نفسها وإلى آخره. يعني هل يمكن اعتبار ذلك، وخاصة يعني التصريح أو تأكيد وزير الخارجية فؤاد حسين بأن نظام طهران يصدر مشاكله إلى الخارج، هل يمكن اعتبار ذلك أنه شرخ أو فجوة داخل الإطار؟ هو فعلا هناك مشكلة داخل إيران وصدر مشكلة للخارج، ولكن موضوع العراق يختلف تماما. العراق جله سيما العملية السياسية ورموزها تابعة لإيران. اثنين، الصراع في العراق هو صراع إيراني أمريكي، والعراق هو الضحية. إيران إذا كانت قد رأت في منطقة معينة كما أربيل موقع قدم إلى الموساد الصهيوني، فنقول لإيران أن الموساد الصهيوني والصهيونية موجودة في الدول الخليجية لك علاقة معها متطورة جدا، فلماذا لا تذهبين باتجاههم وتقوم بشيء معين؟ ثم إذا ما كان ثمة خطر معين على إيران تدرك أنه خطر في العراق، عليها أن تفاتح الحكومة مركزيا رسميا لكي يتم احتواء هذا الخطر إن كان هناك خطر. ولكن أيضا نقول الواقع أكده إلى أن الوضع أو الهدف كان مدني 100% وأطفال وعوائل، وبالتالي حجة إيران باطلة والجرم جرم. وأمن من يؤيد هذا الجرم هو ازدواجي الانتماء، بالأحرى هو منتمي إلى إيران أكثر من انتماء للعراق. نعم، هناك أيضا أطراف من السياسيين في العراق في دائرات في دوائر الحكومة، من يعني يصفهم البعض أنهم يعني يخدمون المصلحة الأمريكية، وآخرين يصفهم البعض أنهم يخدمون المصلحة الإيرانية. في إطار الصراع، صراع النفوذ بين أمريكا وإيران، يأتي حديث رئيس الحكومة
محمد شياع السوداني في دافوس أنه ممكن تحقيق الاستقرار الأمني في العراق شرط خروج قوات التحالف منه لتحقيق الاستقرار الأمني، هل هذا ممكن؟ إلى أي مدى هذا ممكن في ظل وجود حلبة صراع نفوذ بين إيران وأمريكا؟ لا أعتقد أن هذا ممكن. أولا أن العراق هو كما قلت حضرتك حلبة الصراع بين إيران وأمريكا، أيضا هناك قوة خارجية أخرى في المنطقة لها مصالح أو لها تصفيات لعناصر معينة، كان تكون جانب تركيا، كان يكون إيران، كان تكون المجتمع الدولي في العراق. ثم أن داعش ما زال إلى حد كبير مؤثر في الساحة، لا نغلط أنفسنا، ما زالت مناطق عراقية في كركوك وصلاح الدين لا يمكن تأمينها ليلا إلا بوجود قوات عسكرية مباشرة. إذا ما زال داعش خطر قائم. ثم العراق ليس مجرد رغبة شخصية حكومية عراقية لإنهاء وجود خارجي بقدر ما الحاجة الدولية إلى استقرار العراق، ثم أن العراق أساسا جيشه في وضعه المهلهل غير القادر على حماية ذاته، وبالتالي لا أعتقد أن بمقدور العراق أن يكون آمن. والقوات الدولية، هذا لا يعني أن القوات الدولية هي القوة التي يؤمل عليها نهائيا إنقاذ العراق، ولكن المشكلة الحكومة لم تذهب إلى إنشاء جيش فعال حقيقي مهني وطني، بل أوجدت جيش مهلهل مذهبي طائفي تمزق. ثم هناك فصائل مسلحة ولائية إلى إيران وهي تملك سلطة أقوى من سلطة الحكومة بغداد. إذا كيف حال العراق يكون عندما يذهب القوى الدولية خارج العراق، وبالتالي تفرد إيران وفصائلها بالشأن العراقي والحكومة العراقية لا تقوى أن تهش الذباب عن أنفها؟ سؤال كبير يجب أن يكون حاضر أمام الحكومة العراقية عندما تتحدث عن أمن العراق حاليا ومستقبلا في ظل الانسحاب الدولي. طيب دكتور قحطان، يعني عندما نتحدث عن الاستراتيجية الأمنية أو الاتفاقية الأمنية مع في زمن الملك التي عقدت سنة 2008 مع الولايات مع الاحتلال الأمريكي، الآن عندما يتحدث السوداني عن يعني طلب استبدالها بشراكة أمنية، يعني ما الفرق بين الاتفاقية الأمنية وعبارة الشراكة الأمنية؟ يعني هل هناك تلاعب الألفاظ؟ هل هناك كقيمة معنوية هي نفس القيمة؟ أنا قلت في تقرير سابق الذي شكوى العراق الأمم المتحدة أو متابعة موضوع إيران متابعة حقيقية هو مجرد كلام كما تقول الأغنية العراقية. فعملية إنهاء الوجود الأمريكي بالصيغة التي وضعها أو صاغها في أيام مالكي بصيغة أخرى، أعتقد هو ضرمات في العيون وضحك على الذقون. العراق لا يقوى على أن يصيغ أي صيغة مع الأمريكان، لأن الأمريكان محتلة العراق احتلالا كامل ومتحكمة بالشأن العراقي، كما هو إيران متحكمة بجانب كبير من الشأن العراقي. إذن العراق لذاته لا يقدر على أن يفرض حالة معينة أمنية وصيغة، وأي صيغة أخرى هي عملية بدلنا حمد محمود ليس أكثر، وصيغة مجرد مهلهلة لأجل أن تكسب الوقت وتسحب زخم ورفض الشرع. وأعتقد قد يحدث في العراق حادث معين أيضا أمني كبير ينسي الناس وتنسي الحكومة، حادث أربيل، وهذا الذي نحذر منه دائما لأن الأحداث تترى. وبالتالي أعتقد أن هناك شيء آخر قادم للعراق، ونسأل الله لطفه بعباده العراقيين. نعم، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.